مرحبا بكل مشاهدي شاشة قناة الشروق في سهرتنا الإسبوعية المعتادة غناوي وحكاوي، سهرة الغنى الجميل والتوثيق الأثر لعدد من الأغنيات وحتى لشخصيات أرسل دعائم الأغنية السودانية. حلقة اليوم في حضرة ملك الأغنية الشعبية، صاحب الصوت الفخيم والتطريب العالي والمفردات المحتارة بعناية أكثر من فائقة. اليوم حنتحدث عن الفنان محمد أحمد عوض له الرحمة بصحبة عدد من الضيوف الموجودين معنا داخل الاستوديو، وكما المعتاد جميل الأغنية اللي حتصاحبنا في حلقتنا لليوم من غناوي وحكاوي. أرحب بالأستاذ صلاح عوض، هو شقيق للراحل، هو أيضا مهتم وباحث بالأغنيات السودانية. مرحب بك. مرحب بك. عليكم السلام ورحمة الله، وشكرا جزيلا على الاستضافة. نرحب برضو برفيق دربه الفنان محمود علي الحاج، مرحب بك عبر غناوي وحكاوي. مرحب بك وشكرا على هذه يعني الاستضافة الجميلة، ونرجو أن نوفي، أنت بتستضيفينا ونحن يعني، والحديث عن الراحل المقيم محمد أحمد عوض. نعم. أرجو أن يعني نوفيهما يعني ولو القليل مما قدموا من كثير من الإبداع وإسعاد الشعب السوداني يعني. إن شاء الله. فنان الشاب مصطفى بخيت، مرحب بك عبر غناوي وحكاوي. مرحب لك أنت سراء، ومرحب بقناة الشروق، وإن شاء الله يعني نقضي يوم جميل إن شاء الله. إن شاء الله. نبدأ بك أستاذ صلاح والبدايات. أم درمان، وأم درمان هي السودان، خصوصا في واحد من أعرق الأحياء الموجودة في أم درمان، حي العرب. أيوة، بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تقولي حي العرب شهدة الانطلاقة الأولى لمحمد أحمد، الفنان محمد أحمد عوض الله يرحمه، وكانت بداية المسار هناك. أيوة. بدأ هو كهاوي يعني، كإنسان بيبحث عن شيء جديد يقدمه. يعني المفروض كان يتفق انه اي فنان طليعي بطبيعته متمرد على الواقع اللي عايشه. صح. فاللي كان بيقدم فيه كان في تصنيف للاسف بدري للفنانين، بتصنيف سلبي جدا جدا، وتقييمهم باشكال اخر، يمكن لاعتبارات كثيره جدا جدا. المجتمع السوداني مجتمع محافظ بتركيبته، محافظ بمفاهيمه، وحريص وحساس جدا في الاشياء الجديده اللي بتجي. ايوه. الله يرحمه المرحوم عانى كثير جدا جدا عشان ابرز موهبته، عشان ابرز الامكانيات والفكره اللي في راسه اللي بتدور. المعاناة كانت من المجتمع ولا من الأسرة ولا من الحي نفسه، خصوصا أنه حي العرب هو كان يعني محضن لكثير جدا من المبدعين والمثقفين. المجتمع أصلا عنده فكرة سالبة عن الفن الزمن ذاك، فأي إنسان بيبرز يعني مواهبه أو يعني يتصدى لأنه يغني أو يتفاعل أو يتعامل مع الأغنيات كان تصنيفه سلبي زي ما قلت لك، لاعتبارات كثيرة نحن ما بصدد الآن. لكن المرحوم بدأ يغني، هي اعتبارات يا استاذ صلاح، يمكن تقول يعني اسف للمقاطعه، تفضل اضيف لك. يعني في 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 الوقت ده كان يعني مساله التعليم شويه يعني قليله ومنحصره، وانا بفتكر انه يعني من يرفض الفن ولا يتحسس ولا يتلمس الفن فهو غير يعني سوي. غير سوي، لأنه الإنسان أصلا كتلة بتاعت مشاعر وحاسيس. مسألة يعني الإنسان يعني أحاسيسه ويعني وثقافته مربوطة بتعليم، بالتعليم. ما أنت كده لقيت المفتاح بالتعليم يعني. فكان في المرحلة ديك يعني يعني التعليم شوية يعني عشان كده. أما الآن أنا برى إنه يعني الناس لحد ما يعني ابتدت تقيم الفنان وت
تديه النظرة اللي يستحقها من تقدير مؤكد، لأنه في فارق ضخم جدا جدا من المجتمع السوداني في أواسط الخمسينات والمجتمع السوداني الآن في الألفية الثالثة، يعني مؤكد في يعني اختلاف جذري. لأنه يعني زمان بيقول لك إنه لما أخزع الحيوان لما يسمو بيبقى إنسان، والإنسان لما يسمو بيبقى فنان، صح؟ كويس. بعدين قال الفن ما مربوط بصفة يعني معينة، في ناس في سلوكهم، يمكن الشباب اللي بيصوروا ديل بعضهم بيعرف يلتقط صورة غيره ما بيعرفها، بتعبر عن أشياء كتير جدا، وأحيانا الصور أنا دار أعيد للقصة دي إنه محمد أحمد الله يرحمه لما بدأ كان اختياره للأغاني متوقف على مضامين، على لحن، على حتى إيقاع، يعني الاختيار فيه دقة مؤكد يعني. وده بسوقنا لمسألة مسار اللغنة السودانية، يعني التصنيف الماشي الموجود إنه بلد بالتنابرة غنى السباتة غنى الحقيبة الفن الشعبي في الحديث الحديث. معلش أنا كنت في بداية الكلام بقول إنه المدرسة دي محتاجة لمراجعة، ومراجعة دقيقة جدا جدا، احتراما للأجيال الجاية. يعني سنة 2000 الله يحيينه ويحييكم كلهم، 2100 مثلا ممكن يكون في زول عنده اهتمامات إنه يكتب كتاب عن مسار الفن السوداني. هنا في خرم حنرجع للمدرسة بتاعت الغنى الشعبي والتدرجة ضمن منظومة المدارس المختلفة للغنيات السودانية. لكن نسمع أستاذنا محمود في أول غنية يأدي علينا. أول أغنية هي كانت يعني كل عاشق، كل عاشق، وهي من أغنيات محمد أحمد يعني العظيمة جدا. وبفتكر إنه كل شيء قدمه محمد أحمد يعني كان مميز، مميز وعظيم. طيب نسمع يا أستاذ، ونتفضل نسمع كل عاشق.
شكرا أستاذ محمود والفرقة الموسيقية والكورس، ونشكر تحية خاصة عثمان ابن الراحل محمد أحمد عوض، هو مدير الفرقة وتقريبا هو مسؤول عنا. يعني نرجع لحاجة مهمة برضو يعني موجودة في مدرسته، تعليمه الأول اللي كان بالخلوة دخل لأنه في أبعاد تانية للأغنيات اللي بيختارها ومخارج الحروف الأكثر من مميزة وحتى نظيفة، أدته إضافة لشخصيته ومدرسته الفنية. مش محمد أحمد لوحده هو اللي أثرت في تكوينه الخلوة أو البعد الصوفي. يس نعم ممكن تقولي، الخلوة أثرت في عدد ضخم جدا باعتبار أنه الجانب الأكاديمي هو التعليم ما كان متوفر بالكثافة الموجودة الآن. فالخلوة بمثابة نقلة من الطفل الجامع اعتيادي وماشي، يعني قدرت ترتب فيه أمور كثيرة جدا. وبعدين يعني كل السودانيين بطبيعتهم بفطرتهم صوفيين صح، وبيميلوا للشجن وبيميلوا للونو، يعني توبة يا أحبابنا لو مشيت داركم بس كفانا كفاية عذاب ضقت من ناركم شجن. نحن بنعشق أصلا الحزن يعني، وبنعشق حاجات كثيرة جدا. والسودانية الصوفية بدك تعمق الأحاسيس دي ويمكن تفجر فيه أشياء كثيرة جدا جدا. فمؤكد الخلوة خلقت في محمد أحمد لحظات، أنا لو قلت بعرفه بكون ما كذاب لأن أنا أصغر أخوانه يعني، لكن بعد ذاك ما ورثته الخلوة جواه انكشف في أواخر أيامه. وده كان بالنسبة لنا يعني فعلا كان رجل وسطنا صوفي يعني، وبيتعامل بمنتهى الرقة. أنا ما داري أشيد بالحاجات دي لأن ده مسألة بتخص الأسرة لوحدها، لكن ما يربطنا بيربط معنا حد بالفن السوداني إنه فعلا كان عند صوفيته الخاصة يمكن تكون صوفية فنية، لكن ربطه بأسرته بالطبع هو ربطه بجماهيره وبالشعب السوداني اللي تجول في عدد كبير جدا من ولاياته وحبب الناس فيه، وبقى واحد من الشخصيات اللي زي ما قلنا دعمت الفن السوداني. نرجع لك أستاذ محمود قبل ما نمشي للفنان الشاب مصطفى، دارين نتكلم عن شكل التعاون الفني ليه مع الشعر الموجودين أصلا كانوا في أم درمان، كيف كانت برضو البدايات؟ هو بداياته يعني بدأ بأغنيات الحقيبة وأغنيات التمتمة الزمان دي زي سمير في ضميري وزي جوبا مالك علي وكذا، وكان يجيد إجادة يعني منقطعة النظير. وحتى أغنيات الحقيبة يعني ما قدمها بالشكل التقليدي. شنو التغيير اللي كان فيها؟ أضاف ليها شيء من عنده. يعني شيء من التحديث من عنده. ما كان بيقدمها بالشكل التقليدي بتاع الحقيبة العنيف ذاك القوي ذاك بتاع، يعني موسغة بصوته وبإضافة من عنده، فأدانك جميلة جدا. يعني كل أغنيات الحقيبة غناها أنا غنيتها أو لفت نظري ليها هو، بالتالي غنيتها. والمسألة دي ساعدتني في 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 إني أنا أنتهج نفس الأسلوب بتاعه، يعني ما أخذ أغنية الحقيبة اللي عايز أغنيها زي ما هي أضيف عليها. فيعني حقيقة كان راجل مبدع فنان في كل ما قدمه من أغنيات الغير وما قدمه من أغنياته، كان تمييز يعني فيه شيء من الدهشة اللي ما زالت إلى الآن، ويتمتع بيعني ب يعني خاصية في الأداء. الأداء ده حنتكلم عنه في محور مختلف تماما، لأنه أداؤه هو واحدة من الحاجات اللي ميزته خلاف طبقة صوته الأكثر من مميزة. فنان مصطفى، يعني لما الفنانين الشباب بيأدوا أغنيات العمالقة في الأغنيات السودانية ده بيطلب مجهود كبير، خصوصا أنه يعني الراحل كان عنده طريقة ومدرسة مختلفة ما بتشبه إلا مدرسته. يعني فشنو الصعوبة اللي واجهتك في أنه أنت تردد الأغنيات؟ والله يا أخي يمكن أنا أكون أنا يعني محظوظ، يعني لقيت فرقة الأستاذ
ايوه محمد احمد عوض يعني ساعدتني كثير. يمكن يكون في يعني بعض الاغاني فيها صعوبه لقيتها، لكن هم سهلوا علي بال يعني كان في تعاون يعني ما بينك أيوة وما بين الفرقه بيفهموا وليهم معرفتهم أيوة أيوة ليها أيوة ساعدوه في ايوه في الاداء بتاعه. نقدر نسمع منك حاجه سمعنا اول اغنيه القسمه نسمع القسمه ان شاء الله نسمع تفضل
شكرا للفنان الشاب مصطفى. أستاذ نرجع لك مرة ثانية أستاذ صلاح ونتكلم عن التعامل الشعري ما بينه وما بين شعراء أم درمان اللي هو منهم الديسوقي وعبد الرحمن الريح وغيرهم من الشعراء اللي هو تعامل معهم وكانوا أصلا موجودين في أم درمان. انت لو انتبهتي للأغاني اللي اختارها المرحوم عندها مواصفات محددة يعني مضامينة يعني مثلا أبويا يابا ما تقول ليه لا أيوة. تبني وجهة نظر المرأة في قصة الاختيار إنه والله يا أخي من حقها تقول ودي طبعا شرعا مفروض يكون لكن ما كانت متاحة لأي امرأة زمان إنها تقول رأيها يكون عندها الحق في إنها تختار ده تقول هاي تقول لا ما عندها. دي اتفق معه الراحل المقيم فاضل سعيد أيوة. في الأداء وفي الشغل وقدموها دي كانت بمثابة ثورة في المفاهيم أضربها معنا عاد يمكن المرحوم محمود أحمد كانت دي من الأشياء كده كنت بقول لك إنه أي فنان طليعي بطبعه متمرد على القوانين اللي كانت موجودة اللي بتغير أشياء كثيرة جدا جدا من هنا جت التميز بتاع الناس زي التفرد. زمان كان ممكن تصنيفه إنه يكون سلبي زي ما قلت لك أنا ما عايز أصف كلمة سلبي يمكن كل الناس بتعرف إنه حتى الناس كانوا يعني بصنفون بالصيع أيوة. كويس وده طبعا منتهى سلبية زي ما قال الأستاذ محمود لغياب التعليم في اللحظة دي أو مرحلة دي مجتمع قام يزمد. المرحوم محمد أحمد كان عنده مواصفات في الأغنية ومضامين محددة يعني القسمة وكلنا بنعاني من مشكلة القسمة دي في المجتمع السوداني المجتمع الفني عموما أكثر حساسية في عكس هذا المفهوم للأذن اللي بتستمع بتيجي تسمعي أيامنا أيامنا دي على فكرة كلمة المرحوم حسن الزبير الله يرحمه هي كانت رسالة فيه سكبت ذاتي أقراه بمهل وسد لشمالك إن صابك ملل. فبعد ذلك جاءت القصيدة الثانية اللي هي الرد على هذا الخطاب الليلة أسبوعين الليه أسبوعين ما هاللي رد الليلة أسبوعين ما هاللي رد والليه ما برضى يقول استبد. فلاحظي التناسق ما بين الرسالة الأولى اللي وصلت والرد عليها الثاني ودي جت طبعا مبدعين اثنين التقوا فقدموا حاجة مبدعة مؤكد لكل الناس يعني. طيب المدرسة اللي هو بقى ملكة وكان واحد من الناس اللي أرسد لدعائم الأغنية الشعبية دائما نحن نتكلم عن الأغنية الشعبية لكن شنو ذاتها يعني الأغنية الشعبية دي يعني؟ هي ده سؤال ممتاز جدا لأنه التصنيف اللي سمعناه الموجود الأغنية الشعبية مصنفة عند الناس عند كل الناس يعني إنه هي الأغنية اللي ما عندها صاحب ولا عندها ملحن وده طبعا مؤكد كلام ما علمي ولا سليم 100% القصيدة دي عندها ملحن قد لا نعلمه قد لا نعرفه لكن ده ما بينفي انه القصيدة اللي اتقالت واللحن اللي اتقال عنده مؤدي وعنده ملحن بعد ذلك بتتواتر عند الناس وممكن تتم الإضافات من يعني مثلا الأغنية بتتحدث عن براعة وشجاعة أهل نفتوتي في صدهم أو تعاملهم مع الفيضان خلق لهم ميراث نضالي وبطولي ضخم جدا جدا بنفس المستوى هنا في الأغنية الشعبية يعني الأغنية الشعبية ما أعرف أنا شخصيا بعتقد أنه الفلكلور أو الأغنية الشعبية هي الأرضية اللي بنطلق منها كل إبداعات الشعب صح يعني بعدك بتجد مسميات الحديث والخلال نحن بطبيعتنا في السودان غنانا كورالي أيوة جماعي يعني لو جينا في أقصى الشمال أقصى الغرب أقصى الشرق أقصى الجنوب حتى في الوسط اللي هو مسيطر ثقافيا وإعلاميا على كل شيء شوه الحقيقة بتاع أغانينا يعني بتشوف الحلفاوين بيغنوا كويس بتشوفها هنا في الدمازين وتأثير الآلة الوازة وبتشوفها هنا في الغرب ده بالذات منطقة بتاعت إبداع مطلق فيه إيقاعات سريعة أي حاجة فيه جميلة من الغرب السوداني إن كان في دارفور أو كردفان بتيجي بعد ذلك في الجنوب القديم والغنى كله بتحضر بتشوفيه غنى جماعي كورالي ما عارف الثقافة بتاعت كلمة الفن الحديث اللي بيجي يجيب قدام الفنان يمسك عود ويبتدي يعزف يمكن حسب ما أعلم إنه الكاشف الله يرحمه هو أول من غناها لكن ده موروث جاي شغل جينات جينيتكس بتاعت يعني الإرث بتاع الكاشف مصري مثلا لأنه من أهل شرم الشيخ أيوة. لما يجي يقدم في السودان شنو الحداثة في إنك تجيب قدام وتغني وراك أوركسترا طيب ما في الحقيبة برضو في أغاني غنيت معها أوركسترا في بيانو في كورديون غنوها ناس قدورة ووهبة والجماعة ديك مع الفنانين ليه خرجت الحقيبة من التصنيف الحداثة أيوة. ما هنا الحداثة جات لأنه في واحد عنده أورك أو عنده عود أو عنده مندلين يعني الصنف الثاني اللي عنده الأوركسترا كاملة صنف في تصنيف
ما سلم. عشان كده انا قبل كنت بقول انه نحن انا من هنا بناشد الاساتذه الاكاديميين المسؤولين عن الجوانب الموسيقيه انه يعيدوا ترتيب الاشياء دي عشان تكون عندنا مكتبه لقدام ليتر اجيال ثانيه عشان تتحدث عن الفن السوداني، تتحدث عنه بمنطلقات علميه مدروسه ومرتكزه على المفاهيم الحديثه. نحن دارين ندخل المكتبه دي، لكن المكتبه الخاصه بالراحل محمد احمد عوض، ونشيل واحد من اغنياته ونهديها لكم وكمان للساده المشاهدين عبر الاستاذ محمود. اسمع. طيب نسمع. Yeah.
شكرا أستاذ محمود والفرقة الموسيقية وكمان الكورال اللي موجود معاهم. وعثمان نرجع لك يا أستاذ محمود في واحدة من الحاجات المهمة اللي هي تأسيسه لفن الغنى الشعبي. كيف جاته الفكرة؟ منو من الفنانين الوقت ذاك كانوا معه؟ هو الحقيقة في يعني في الفترة دي هو ظهر لوحده وانفرد يعني بـ 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 بهذه المدرسة لوحده. يعني قبله كانت أغنية الحقيبة المعروفة بشكلها هو نفسه رددها المفهوم نفسه رددها، ولكن زي ما قلت لك رددها يعني ما رددها بشكلها التغريبي بإضافة تطريب عالي جدا جدا يعني أضاف ليها. ده يعني مما يؤكد انه يعني راجل فنان ومبدع. وهذه المدرسه مدرسه الغناء الشعبي هو اللي ابتدعها يعني. ايوه ما في زول سبقوا عليها، مما يدل على انه يعني راجل فنان ما في كلام مبدع ولا يختلف عليه اثنين. و بجانب كذا برضو اضاف حاجاته هو. زي شنو اللي ضاف؟ اغنياته الخاصه يعني. بس لو سمحت لي استاذ محمود اتفضل. ممكن اضافه؟ الناس اعتادت على الايقاع تنتن تنتن اللي هو التمتم. لا دي اغنيه بتاعت الحقيبه دي كان معطاه ايقاع رتيب الرجم منفرد، لكن تغيرت يمكن محمد احمد ادخل لاول انسان يدخل الايقاع ادخل الايقاع الدرابوكه زي ما بيقول الجماعه والطبل والبنجز وعمل يعني تقول تفعيل للشغل بتاع الحقيبه. الحقيبه الناس مصنفينها انه فيها مثاليات كثيره جدا ورومانسيه عاليه جدا، انا وانت والنيل والقمر مسائل كانت بتعكس حاله المجتمع في اللحظه دي. حاول يعني كنا ندخل زي ما قلت لك قبل مفهوم انه ابويا يابا ما تقول ليه لو دي كانت والقسمه ما معروفه ودي ليه ترجات القسمه ما معروفه
وتاني في مع السلامة ما تنسي لي ترسل زي ما قلت لك أغاني الشجن. لكن في المرحلة دي اللي هي الفارقة ما بين الحقيبة وبعد ذاك الانتقال، وأنا طبعا متحفظ على الكلام زي ما قلت، بعد ذاك بقت الحركة الإيقاعية، حتى إيقاع الريق اختلف، بقى يمكن يكون يمكن لحد ما تأثير الثقافة المصرية الإيقاعية والفنية في كل المبدعين بتاعنا هناك كان لها دور وتأثير في الممارسات دي. طيب في إيقاعات وبرضه نحن بنحس إنه واحدة ونص موجودة. يس حسية واحدة ونص فعلا بالضبط، بتحس إنه هي موجودة، وده أدت التطريب العالي في كل أغنياته. يس. اللي هي بتحس إنه الأغنيات أقرب إلى الراقصة، إيقاعات خفيفة. يس. بعينه الوقت ذاك كانت النوتة الموسيقية هي نوتة واحدة، نوتة فيها الانتقال من سلم لسلم أو من جملة موسيقية صعب جدا كان. نعم هي كانت فعلا دي النقلة. أنا ما متخصص أكاديميا لكن المزرعة بتتوقف على القدرة بتاعت التذوق. يعني أغانينا الحقيبة طبعا مصنف زي ما قلت لك، وحتى إيقاع واحد، يعني ممكن كل الأغاني بتاعت الحقيبة إيقاع واحد ما تغير. إدخال الثورة الإيقاعية إذا يجوز لنا نصنفها لفت نظر الشباب لعزتها، إنه هذا الرجل بيتميز بغنى معين زي ما قال الأستاذ محمود، ما كان معاه ولا قبله انسان ادخل التحول الايقاعي. يعني حس مثلا في بعض الشباب القايمين الان يعني بيعملوا في اشياء بيعتبروها مدارس او فتح جديد بالنسبه لهم، امثالهم كثيره مجموعه، يعني وادخلوا الهافتون في الغناء وادخلوا مثال زي دي، ده ما بينفي انه التطور حيحصل شينا وبينا. يعني بيحصل انه الزمن ما ممكن تفرمليه في مرحلة معينة ويجيف، شيء طبيعي سنة الحياة، متراكم كمي بيؤدي لتحولات نوعية كثيرة جدا. بعدين يا صلاح معليش اتفضل. يعني بين الكورس والفنان ممكن دي انا واحدة من الحياة. ايوه يعني تلقى الغنى مكسوم بين الكورس والفنان. يعني عشان كده الكبير كنت بقول لك انه غنانا كورالي ما واحد، يعني جماعي غنى جماعي بتاع الكورس، يعني ما بيجي في الفنان هو اللي يؤدي والموسيقى ترد. ايوه كل السودان بمنتقل. انا ما اعرف ليه الجانب ده مهمل في انه يتصنف ويتوزن، وعندنا الاساتذه القديرين والاكفاء اللي ممكن يطوروا العمل ده. هنا الكورال موجود وي ار ذا ويرد بتاعت المجاعه اللي حصلت دي، غنوا فيها عده فنانين بشكل كورالي. محمد احمد بدون دراسه هكذا بالخطره بدون دراسه موهبه بالموهبه، يعني فعل في اغنيته فعل الكورس الايقاعات، يعني خلق تمازج وهارموني بيناتهم، يعني رائع جدا جدا. طيب على ذكر الكورس وعلى ذكر الايقاعات رايكم شنو؟ نمشي لابن الراحل محمد احمد عوض عثمان على الجانب الثاني من الاستوديو، ونشوف برضو شنو شكل الاضافه المعلوماتيه اللي ممكن نضيفها لنا في حلقاتنا اليوم من غناوي وحكاوي. انا استاذنكم على الجانب الثاني من الاستوديو. مرحبا بكم على الجانب الآخر من استوديو غناوي وحكاوي بصحبة الأستاذ عثمان محمد أحمد عوض ابن الراحل والمدير العام للفرقة. عثمان مرحبا بك عبر غناوي وحكاوي. دارين نتكلم عن الفرقة، الإيقاعات الموجودة فيها، الكورس، وإدارة فرقة بالزخم ده طبعا دي عملية صعبة جدا. يعني مرحبا بكم ومرحبا بقناة شروق السباغة للبرنامج الجميل ولكل السادة المشاهدين. طيب احنا دايرين نتكلم عن الايقاعات الموجودة في الفرقة، عددها كم؟ الكورس كلهم هم عاشروا الراحل محمد احمد عوض ولا في ناس جداد دخلوا على الفرقة؟ والله بكل اسف الناس الفرقة دي واحد يون الا عبد السميع ده هو العاشر محمد احمد عوض وانا، لكن باقي الشباب جديدين طبعا، لكن يعني وريناهم الطريقة وشفتوا الشغل برا وكان كيف قفلاتنا وين وحل، يعني متفاهمين جدا مع بعض. بالنسبة للكورس في عمنا يعقوب وعمنا كودي وأخونا محجوب عيون كديس وولدنا ولؤي وأحمد ابن محمد عمي الله يرحمه. طيب الفرقة دي فيها تجانس وهارموني كده عجيب، كيف الحاجة دي جات يعني؟ والله ده اللي لقيناه قدامنا من الأستاذ، ربونا على كده وقمنا على كده. طيب حفظ الكورس ذاته للغنى، يعني انا بحس انه يعني كل زول من الكورس ممكن يبقى فنان براه، طبقه برضه مختلفه، جمال في الاداء، احساس بالغنى. والله ما قبل قلت لك شبعوا بالاستاذ،
ورشه الاستاذ دائما بتمرق الحياه دي. وعلى فكره يعني احنا الفرقه دي هسه يعني لما نكون عندنا حفله مسافرين كل واحد من الناس ديل بيغنوا غني براه وتقول لي دي حفله قايمه في ذات. اصل ان شاء الله قروش العدادات حقتكم بتاعت الحفلات ما كثيره. والله ما كثيره يا اخي، نحن بنتعاون مع الناس، ما قاعدين نرجع زول اصلا، كله الحمد لله. يعني نفس طريقه الاستاذه الله يرحمه. طيب الايقاعات الاسه موجوده، كلمنا عنها بتفصيل اكثر لانه من الاستاذ كله الراحل معتمد عليها. الايقاعات انت بتقصدي الايقاع يعني اشكال الايقاعات ولا الايقاع ذاته ولا اشكال الايقاعات الموجوده؟ اشكال الايقاعات عندنا الازمان المختلفه. أيوة. عندنا الممو، عندنا الكراتشي، عندنا التمتم، تمتم الموصل، عندنا السيره. في تمتم ما مأصل ولا شنو يا عثمان؟ اي في تمتم خفيف، في تمتم مقعد، يعني الغنى اللي سمعتيه كله ده اسمه تمتم مقعد. نحن دايرين بس نسمع هذا وانت هسه شغال براك عليها، نسمع في غناوي وحكاوي. يعني نحن طماعين شويه يا عثمان، اتفضل. ده التمتم المأصل. طيب عثمان، ده الإيقاع الجديد على السودان، دارين نتكلم عن الإيقاعات الثانية غير الدنف، شنو عندنا؟ طبلة، عندنا إيقاع، عندنا دنبة، عندنا دلوكة. أيوة. ده كله يشتغل في الغنى الشعبي، الريك طبعا الأساسي. هاي. طيب برضو في حاجة مهمة، لأنه أنت يعني ابن الراحل المقيم، الشعر ديل دارين نتكلم عنهم باستفادة شوية معاك اللي تعامل معاهم الراحل. يا سلام، دي فرصة سعيدة والله. أول حاجة بحيي أسرة عمنا المرحوم باشري علي باشري، الله يرحمه ويغفر له، وناس الشمالية بالتحديد. الناس ديل والله اتصلوا بينا، دارين نديهم حقهم الأدبي والله. هي القسمة ما معروفة كلمات عمنا باشري علي باشري، له الرحمة. وبحيي أسرته كلها في الشمالية. وعندنا عمنا المرحوم حسن الزبير، برضو بحيي أسرته كلها. وعندنا عمنا محمود أبو العلا، برضو بحيي أسرته. يعني جميع الشعراء وأستاذنا وحبيبنا، وأنا خال أولاده على فكرة، عمنا سيف الدسوقي، ربنا يرد لنا قربته بالسلام ويجينا من القاهرة معافى إن شاء الله. كل الشعراء اللي تعاملوا مع الأستاذ أنا بحييهم وبحيي أسرهم. احنا كمان بنحييهم. اخر محور في عجاله كده يا عثمان دارين نتكلم عنه، الامثال السودانيه بتقول لك والدلويز عوام. يعني انت عوامتك جات في تيار مختلف بايقاع، ليه ما حبيت تغني؟ والله مش ما حبيت اغني، لكن ابوي الله يرحمه يعني زمان قال لي انت علاقتك بالغنى زي علاقتي بالطب، فانت خليك في دنبك دي. فانا الوحيد يعني شنو ميلت للايقاع. وعلى فكره قالوا انا من عمري 4 سنة يعني بربد علب اللبن وبشتغل، أولادي جايبين بنفس الأسلوب. وأولاده التانين تقول يعني أبوهم ما عنده أي علاقة بالغناء. طيب نحن بنحيي أخوانك وكل أفراد أسرتك. عندي نزار وفاغ ونهلة وعمر أخوي الكبير ومبارك الله يرحمه. يعني وفاغ ونزار بتحس الحية الفنية فيهم. هاي. نحن نشكرك وبنحييهم مرة تانية، ونستأذنك نرجع نكمل حوارنا على الجانب الآخر من الاستوديو. شكرا عثمان محمد أحمد عوض، كتر خيرك. شكرا. الله يسلمك.
أول قرار شكرا مصطفى. ونرجع مرة تانية أستاذ صلاح نتكلم عن واحدة من الحاجات المهمة. اللوحة بتكتمل بأداء نفسه، أداء الحركي والأزياء الشعبية وطريقة تفصيل الجلابية نفسها اللي كانت بتميزه وحتى حمله للريق بطريقة معينة. أنا ما سبق قلت إنه مش محمد أحمد لوحده، يعني عشان نكون حقيقيين الفنان عموما متمرد وطليعي. هو عنده لبسه انا الى انا بتذكر، يعني كانت الجلابيه نحن كلنا معتادين حتى كده، لكن هي كانت لحد هنا مسحوبه. بعدين الاستغراق في الغنى لانه بياخده معاه وكان بيغني لنفسه اولا، ثم المزله بتنعكس اوتوماتيكلي للمتلقي. فعنده القصه. بعدين غناء، يعني مرات بيقول لك انه والله انا لما اغني لو ما اقنعت نفسي او اندمجت اتربط نفسي ذاتي وتفاعلتها بعدك الشيء صادق بيخترق، يعني ما بيستاذن. طوال المتلقي بيكون بتلقاه بمنتهى الاندماج. نحن ذات الشعب بنحب البساطة وبنحب الحاجات الشعبية والغناء، يعني كثيرين جدا قريب مننا، قريب السهلة الغير معقدة بيثيرني أو بمس حاجة موجودة أصلا فيني. صح. يعني ما احترامي التام للأدوار الثانية من الأغاني السودانية، لكن الشعب السوداني شعبي رائع وأصيل. الحاجة اللي بتطلع من القلب بتخش مباشرة في القلب بدون استئذان. صح. طيب أستاذ محمود، برضو يعني القصة تحت الجلابية من هنا دي، يعني كان الفكرة منها شنو؟ خصوصا أنه الجلابية هي كمها واسع، يعني في الغالب. والله دي أنا طبعا ما أعرف سرها شنو، سر عيادة هو وما
الله يرحمه وراح معاه. لكن يعني إضافة أخرى ل يعني أو ظاهرة أخرى كان بيتمتع بها محمد أحمد عوض عن دون كل المغنيين يمكن الغنوا بمختلف أشكالهم. اللي هي شنو؟ التشخيص أثناء الغناء. التجسيد. لما بيغني تجسيد الأغنية وتشخيصه ودزارته مما جعل يعني أو سهل على المتلقي استيعاب الأغنية وتفاعله معها فهمها. فكان يعني كان حقيقة كان راجل فنان بمعنى الكلمة في كل شيء، في أداؤه في صوته في انفعالاته في ما يختاره من أغنيات في يعني حقيقة كان راجل فنان زي ما قلنا ما بنختلف عليه ما يختلفوا عليه اثنين. الأداء المسرحي ده واحدة من الحاجات المميزات، وتلقى الأغنية فيها الشجن اللي قبيل يتكلم عنه أستاذ صلاح، طوالي الملامح بقى فيها الشجن، تلقى الأغنية حماسية طوالي، بتلقى إنه برضو حتى يعني ملامحه اتغير. لكن في بسمة سر الشو دايما كانت موجودة في محياه وكده، في ابتسامة. والله هو بطبيعة حاله يعني ده كمان أتكلم لك عن الجانب الشخصي اللي أعرفه عنه، يعني بما إنه راجل يعني بشوش وراجل كريم وراجل يعني أخو أخوان والله، وبيته لا يخلو مما تصبح الواطة لما تمسى ضيوف. لا يخلو من الضيوف، ضيوف مش ضيف. فيعني يمكن يكون ده سر الابتسامة بتاعته. سر الابتسامة بتاعته هو يعني جعل بيته مظيفة وجعل الناس تدخل بيته بدون أي تردد وبدون أي حواجز. من الفنانين اللي كانوا بيجوا له في البيت؟ كل الفنانين كانوا يصلوه في بيته. أيوه. ممكن تقولوا كل الفنان يعني ما في فنان ما جاوا، يعني حتى الفنانية الجانب الآخر الموسيقيين أنا قصدي إنه علاقته بهم كانت قريبة شوية مع أي زول معاهم كلهم علاقته طيبة، علاقته راجل فاضل راجل خلوق بمعنى الكلمة. تفضل. قلنا ساكن العاشرة هو ساكن السادة، يعني من الحاجات اللي الواحد كان بيجي من هناك على أساس إنه شنو يجي لبيت محمد أحمد عوض يشوف الفنانين. يعني إحنا صغار كونك تشوف مثلا ابراهيم عوض الله يرحمه تشوف يعني كان كده بيته زي اتحاد الفنان والله حاجه كده يعني حلوه شديد والله. لكن يا استاذ مصطفى انت عندك الاداء المسرحي قريب منه، انا بلاحظ لك يعني قريب منه. لا انا ممكن اكون شاهدت الاستاذ هو بغني لكن يعني ما في ما قعدت معاه وما يعني ما لانه يعني من الطرف انه في بعض اهلنا اللي بيبيعوا التسالي البيت لانه العربات واقفه ده خاش وده مارق وده جاي، فده جاب الترابيزه وجا خدتها. بعد شويه نحن قاعدين برا طبعا في الكراسي بيعتبرونا الناس دي عندها خصوصياتها، فبيجي يخش البيت بشكل عادي جدا. يعني هو بخش انت بتحس كانه حق من حقوق يعني. فخش وجا خش بعد شويه خش هناك عايم في الصالون جا طالع يا جماعه انت زول ماشي وين؟ قال له مش المجلس. تقريبا عربات والناس الناس خاشه طالعه وماشيه يعني باستمرار. طيب نحن نمشي لمجلس فني مع الاستاذ محمود ونسمع واحده من الاغنيات. تفضل يا استاذ.
شكرا استاذ مصطفى، ومره ثانيه للكورس وللايقاعات الموجوده معنا. استاذ صلاح، في واحده من الحاجات المهمه اللي هي قوه الصوت ورصانه المفرد الجبالي تكلمنا عليها، بتظهر في الموال وكان بيأديه بطريقة فردية من غير الكورس ومن غير أي نوع من ألواع الآلات الموسيقية المصاحبة. فالصيغة زايد الصوت الجبالي تكلمنا عنه وعن قوته، هي واحدة من الحاجات اللي تميز بها برضو. والله ما احترامي تام للسؤال، لكن السؤال محتاج لمتخصص. أنا ما بدعي إطلاقا عندي خلفية أكاديمية في الموسيقى والمسازي دي، لكن يمكن للتذوق أنا اقدر اقيس الدرجات او القدره التطريبيه في، يعني في اغنيه ممكن يعني اي فنان بيتناولها باختلافات كثيره جدا جدا. يعني زي ما قال ذكر محمود، اغنيه الحقيبه معروفه بالانضباط بتاعها، لكن بعد ذاك لما تيجي تضيف انت قدرات تطريبيه بدون الاخلال بالاصل بتاع الاغنيه، دي واحده من المقاييس اللي انت ممكن تقيم بها هذا الرجل بيمتلك قدره فنيه او احساس عالي ولا لا. لانه بحسب مدى الاضافه، بحسب المساحه بتاعت الاضافه بتاعتك، انت بتتغير من كان نمرة واحد، نمرة اثنين، نمرة ثلاثة. أنا لأنه يمكن صغيره وشهادتي مجروحة، لكن برضو بحس يعني زي الناس. ففي أغاني لما يتطرق لها المرحوم تكون نفسها ما خرجت من الإطار العام، لكن بمنتهى التطريب أو ما فيها ما يجذبك أو يخليك منتبه باستمرار بدون ما تحاول للشغل. ده ما يعني إطراء ولا تغيير، لكن ده حقيقة أنا عايشتها. بس انا بحاول اكون محايد يعني عشان ما يصنف انه عشان ده اخوه بيقول وما بيقول، حكم في النهايه. طبعا يا استاذ صلاح، احنا كلنا ما متخصصين، لكن كلنا متذوقين للاغنيات. نعم. وكلنا بنقدر نميز، يعني السودانيين اللي بيحبوا الغنى جدا فاضانهم بتكون نظيفه وبيقدروا يميزوا، حساسه قويه جدا. نعم. نحن نقدر نقول انه اغنيات محمد احمد عوض كلها كانت ضد النسيان، بمعنى انه حتى بعد مرور عشرات السنين على يا استاذ محمود الناس لسه بتتغنى بيها وبتسمع بنفس دهشة الأولى. أيوة. بعدين كنت قبل شوية تكلمت عن الصوت، صوته وقوة صوته. فداري أتكلم في الحتة دي والله. اتفضل. حقيقة كان محمد أحمد يتمتع بصوت قوي جدا جدا. يعني الشيء اللي بتذكره محمد أحمد لما يغني، زمان كانت الميكروفونات بتاعت ال الهورنات دي قبل الساوند سيستم وبتاع. أيوة. هسه دي مع كل حصل فيها التقنيات العاليه دي كل هبه ولبه. أيوة. بقى يغني، فكانت الميكروفونات بتاعت الصفيح دي كانت بتتعلق في الحيط. محمد احمد لما يغني انت بتسمعي صوته في الـ في الـ في الهورن فوق هناك، وتسمعيه هناك براو في المسرح اللي بغني فيه. يا سلام. فكان يتمتع بصوت قوي قوي جدا جدا، يعني مع جماله ويعني وحسن اداؤه وتطريبه يعني الجميل. طيب برضو علاقته بالكورس كانت كيف، خصوصا انه هو بدي الكورس مساحته في التغني، بمعنى انه الكورس دوره ما بيكون دور هامش بقدر ما انه هو دور مهم جدا في الاغنيه. ما هو دي من مميزاته، مميزات محمد احمد انه فعل والتريك الكورس، يعني اداه مساحه كبيره جدا جدا. الايقاعات اداها مساحه كبيره جدا. فيعني ده كله يعني من دل انما يدل يعني على انه راجل فنان مبدع وراجل وما متحيز لنفسه بس، يعني صح، حتى ادخل الجميع معاه في الابداع. طيب بنفس الابداع ونفس المدرسه المختلفه جدا للاستاذ محمد احمد عوض الراحل، نسمع مصطفى في واحده من الاغنيات. Na 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 na.
شكرا مصطفى، وشكرا مرة ثانية للإيقاعات والكورس. نرجع لك أستاذ صلاح ونتكلم عن حاجة مهمة جدا، التنوع اللحن الكبير. يعني أنت لما بتسمع الأغنيات كلها بتحس أنه كأنه ما في 100 شاعر كتبوا الأغنيات ومعهم 100 ملحن هم لحنوها. أنا في بداية كلامي بقول لك أنه محمد أحمد كان بيتعامل بصدق، والصدق أصلا ما بتصنف أو ما بتجزع. يعني شعر بالأغنية اوتوماتيكلي لحنها موجود، بدك تطلع، ودي فطرة الزول نشأ كده، فطرة يعني ما درس دراسة أكاديمية ولا حاجة، لكن فطرته فنيا كانت أصيلة جدا. لأنه حتى الأغنية اللحن هو أستاذ صلاح يعني موهبة الألحان فطرة، ما بالدراسة، فطرة هي بالفطرة. أنا قلت لك فطرة يعني ما جت، أيوة كما هي، ودي متوفرة كان موجودة فيه. يعني بيمسك اللحن عنده ايقاع محدد، بينقر في الترابيزه ايقاع محدد، اللحن بيجي تماما على مقاس الاغنيه. الاتساق العجيب ده نقدر نقول جا من وين؟ اكرر تاني، الفطره. الراجل الفطرة. فنان بطبعه. يعني خلق ربنا مكوناته الجينيه ومكوناته الحقيقيه بتاعت فنان، وانا زي ما قلت لك الفنان سابق لجيله، فنان بالميلاد. لكن يا استاذ صلاح، ما يعني ما بستشيركم في الالحان انه اللحن ده لا بيأتي. والله هو شوف، انا كنت متجنب النقطه دي زي ما قلت لك، لان شهادتي فيها مجروحه. الراجل ده ما حصل غني اغنيه بعدين، مرات لما نغني معاه بينطرب، وبينطرب بصدق. يعني ما بمثل ولا بحاول يجامل، ليه؟ لانه نحن بنحسها معه، ما في النهايه نحن اهل. يعني انت ما حاولت تغني بالرغم انه طبقه صوتك جميله يا استاذ صلاح؟ انا والله ما والله يا استاذ الزول غناي يكفي 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 انه محمد احمد عوض قدم للناس الاداء ده، اكثر من كده انا اقدم شنو يعني؟ انا لاحظت انه في تجاوب مع الاغنيات، وكانه ما هي بتشيلك لعدد من من الذكريات. الاغاني ذاتها ما بتعكس اشياء كثيره جدا جدا، بتعكس صور واحداث ومواقف، ومتوقفه على النبره جوا على الاغنيه. يعني سجن سجن، وفي السودان كلنا شوكشين يعني. عشان كده اغنيات الشجن دي اللي احنا بنحبها يعني. عنك بالليله دي وحفات الزفاف ولحان الزفاف ومع السلامه. يعني هو لسه ما قاعد على العشم بالرغم من انه هي في سفر وفي ارتحال يعني. نعم نعم. ليه بعد المسافه ده زمان ما كان بيأثر على الشكل العواطف ونوعه يا استاذ صلاح؟ دي قيود اجتماعيه. انا ما قلت لك، انا بتكلم عن الاغنيات دي بس مربوطه باستاذ محمد. لا ما كله يعني، محمد احمد ايامي انا كان في ترقي، في عنده عده اغاني يمكن ما استحضر الان، لكن عنده اغاني كثيره جدا متفائله وبتدعو للجديد، بتدعو يعني للمستقبل. يعني ما التفتت لورا، بالعكس بتدعو للمستقبل وبترسخ لاماني جميله جدا. يعني مثلا يعني يمكن تجي اثناء الاسترسال في الكلام وحاجات زي دي، في اغاني كثيره جدا متفائله. لكن قلت لك نحن بطبيعتنا بنحب الشجن. يعني البلفت نظرنا وتلقاه الاغنيه رايقه جدا وماشيه لما تكون فيها مزله بتاعت والله المفروض اعرس البدو، البدو ما عرستها وما حصلت القسمه، وما حصلت القسمه، والقسمه ما معروفه وكده يعني. طيب في القسمه ما معروفه دي في بلاغه عجيبه لو وقفنا فيها، بترجعنا برضو لواحده من النصوص الشعريه اللي نقدر نقول انها هي سودانيه عربيه عالميه. اي تقصد دي مع السلامه؟ اي انا دي فعلا، انا يمكن الكلام ده قلت للناس. يعني الاستاذ الفيتوري الله يرحمه كان في حضرتي من قهوه عبثت بي الاشواق، وحدقت بلا وجه ورقصت بلا ساق، وزحمت بطبول الافاق. ولحظي عشقي يفني عشقي، عشقي وفنائي استغراق، يا سلام مملوكك لكن سلطان العشاق. كويس، بمنتهى البساطة عندنا فنان أو شاعر، هو حقيقة فنان أولا الشاعر عوض جبريل الله يرحمه، في قصيدة مع السلامة لو تأملت في اللوحة هي نفس اللوحة مع اختلاف الرجل اللي عمل هناك. بوصيك أنا لو التفت في يوم لذاتك، وبحثت عن المنقضة من أمنياتك، ولقيت في جواك أو صافي صفاتك، أنا لسه ما سكت النغم في صدري من في أغنياتك. نفس تفاصيل اللوحة بتاعت البيتوري مع اختلاف المفردات بدون دعم إعلامي. ذاك يمكن دعم إعلاميا عشان كده تخطت الأغنية لحدود السودان ومشت لمواقع أخرى، لكن عود جبريل كان موقن ومؤمن تماما إنه هو سيد درويش السودان. صح، يعني
وممعن في سودانيته وفي بساطته وللطبقة البسيطة اللي بتغني دي. وده التنوع ده بيورينا انه الشعر اللي تعامل معاهم هم كتار، فبالتالي كانت الاغنيات للوطن والاغنيات للحبيبة والاغنيات للقضايا الاجتماعية والوطن الحبيبة ايوه، والاختزال لكثير جدا من المعاني والمضامين الما موجودة الا في اغنيات الراحل محمد احمد عوض. استاذ محمود انت ختاما دار تقول شنو؟ نحن الزمن سرقنا. والله ما أرجوه يعني أن نكون يعني ما قدمناه في هذه الحلقة عن المبدع الراحل المقيم محمد أحمد عوض يعني يوفيه حقه بقدر ما يعني أطرب وأسعد وأضاف الشعب السوداني عامة. نعم، من أقصى شماله وفي الوقت ذاك لأقصى جنوبه، ومن شرقه لغربه، لأنه هو تجول في عدد من ولايات السودان، بالإضافة لأنه هو تغنى على مسارح تونس الخضراء. الفنان الشاب مصطفى حاب تقول شنو؟ والله يا أخي ما في حاجة تتقال. محمود الأستاذ محمود ما خلى حاجة، لكن بنشكر قناة الشروق السباغة يعني ما قصرت، يعني أتمنى أنه يعني تكون العملية دي متكررة. شكرا لك. شكرا لكم، سعدت جدا بوجودكم معنا. بتمنى انه تكون واحده من الحلقات المميزه بتميز الشخصيه اللي تكلمنا عنها وبتميز الاغنيات اللي انتم اديتوها، استاذنا محمود، استاذنا مصطفى، والباحث في الاغنيه السودانيه والشقيق الراحل المقيم استاذنا صلاح. كتر الف خيرك على وجودك معنا مره ثانيه. بنشكر الفرقه الموسيقيه وبنشكر الكورس على اداؤه الاكثر من مميز. مع السلامه حنختم بيها، نقول لكل الساده المشاهدين مع السلامه، إن شاء الله كان ربنا مد في الآجال، الأسبوع الجاي أكيد بنتلاقى. ودعناكم الله. في يوم ذاتي وبحثت عنه.